موظفين خدوا قرار ان هم يتبعوا اليات الاحتجاج السلمي كيفما يقره القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفما تقره الخطابات طول الوقت الأمريكية وغير الأمريكية، يعني بتاعت دول العالم الذي يصف نفسه بدول العالم الحر، في حق الحرية بتاعهم في الرأي والتعبير وما إلى ذلك. وجزء من احتجاجاتهم طبقا للمعمول به في بلاد العالم الحر زي ما بيحب يسمي نفسه، هم اعتصموا. طب علشان ايه؟ قال لك والله احنا معترضين جدا على سياسات جوجل المنحازه لاسرائيل والداعمه لاسرائيل وما الى ذلك. فما كان من الشركه المحترمه الكبيره الدوليه، واحده من اكبر الكيانات الدوليه والاقتصاديه الكبيره في العالم، الا انها قبضت على الناس. طب خلينا نفهم برضه، يمكن نكون احنا غلطانين والله اعلم، نفهم من كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير استاذ احمد محارم. اهلا بيك يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. مساء الفل، ازاي الصحه؟ بخير الحمد لله. ايه اللي بيحصل في جوجل كلاود وايه تفاصيل اللي بيجرى؟ احنا لو عدنا بالذاكره ل 6 يناير امام الكونجرس، ما كانش حد يصدق ان دي طبيعه الشعب الامريكي ان يهجم على الكونجرس. فدي ما كانتش يعني حاجه يعني تقليديه، لكن من ساعه الوقت ده بدات يبقى فيه ردود افعال للشارع الامريكي فيها عنف او فيها استفزاز للقوانين. السياسه هي المرايه اللي بتوري للشعوب مش بس قدرها عند نفسها، قدرها عند العالم كمان. لما ترامب قال امريكا اولا، هي طول عمرها امريكا اولا في الديمقراطيه وفي الحريات وفي دعم الاقليات وحاجات كتيره جدا، لكن يبدو انها فترات معينه بدا الميزان يختل. ولما حين يميل الميزان، الست شهور اللي فاتوا دي خلى العالم بما فيه الداخل الامريكي بيشوفوا امريكا بشكل مختلف تماما عن اللي هم تعودوا عليه كصوره ذهنيه او للعالم بينظر لها. لما تدعم امريكا اسرائيل بشكل تلقائي ويعني مستمر الى يوم الدين، انما توصل الصوره لانه في حرب اباده جماعيه قامت بها اسرائيل، وتتهم امريكا من الداخل ومن خلال شعبها بان احنا نرفض ان احنا نساهم في هذه الحرب وفي قتل الابرياء، وبالتالي رده الفعل الناس قعدوا 6 شهور يشوفوا حرب على الهواء، ضمير العالم اختلف. كمان ردود الافعال، ما حصلش ابدا في تاريخ المجتمع الامريكي ان رؤساء جامعات كبرى يطالبوا من الكونجرس ان يتعامل معاهم تحقيق وياخدوا لفت نظر او ايقاف عن العمل لانهم سمحوا لبعض الطلاب بالتعبير عن الراي. طب انت يا امريكا بلد الديمقراطيه، لما يقفوا بقى الناس في الشارع ويقفوا على الكباري ويمنعوا مرور السيارات، ويبدا في بعض سياسيين كبار وناس في الكونجرس فيهم من يؤيد هذا التصرف يقول ايوه احنا عايزين ضمير الاداره الامريكيه يستيقظ، حصل في شرخ في مفهوم الحريات بالنسبه للمجتمع الامريكي. والشرخ ده مش جاي من يوم وليله، ده جاي من نتيجه ان تراكم خبرات للشعب، انه في يوم من الايام في الست شهور دول ادرك 40% من سكان امريكا وهم الشباب انهم كانوا مضللين من حاجتين، مضللين من الاعلام كان شايف بس بعين واحده، ومضللين كمان من تصريحات السياسيين اللي فيها تضارب. يعني يقف رئيس الدوله ويقول احنا بنعاقب اسرائيل ومش موافقين على اللي هي بتعمله وهنوقف ضخ الاموال وضخ السلاح، وبعدين كل الكلام ده يطلع انه بيراضي بيه يعني في يطلع في شنك زي ما اتفضلت. فالحقيقه يعني التطورات اللي حصلت في الشارع دي كده هي رد فعل على انه في يعني سياسه بتوزن بكل يعني بكل ثقلها، بترمي بكل ثقلها وبكل قدرتها انها بتضحي بتاريخها اللي العالم كله بيشهد انها عندها قدره على التاثير الايجابي في العالم، لا النهارده اصبحت تاثيرها سلبي او منبوذ للاسف الشديد. طيب هنا بالعوده للي بيحصل بقى في جوجل كلاود في كاليفورنيا، هل هؤلاء المحتجين هؤلاء المتظاهرين من الموظفين الى اخره، يعني شركه هددت متظاهرين بانهاء العمل، تم القبض على موظفين في الشركه بعد اعتصامهم الى اخره، هل حد فيهم خد اي خطوه لا يحمي بيها القانون الامريكي ومن ثم يتم القبض عليهم او اعتقالهم؟ حضرتك ما يقدرش اي مواطن في امريكا يقف على الرصيف وما ينزلش برجله في الشارع، المظاهره عشان تتعمل بيتقدم تصريح والشرطه بتوافق عليه، بيحدد فيها المكان والزمان وعدد الموجودين. حلو. الحاجه الوحيده اللي مفتوحه قول اللي انت عايزه.
وبالتالي قيمة كم شهر حصل الشباب اليهود اللي هم مش عاجبهم تصرفات نتنياهو الساعة 12 بالليل دخلوا على محطة زي محطة مصر عندنا أكبر محطة قطارات في منهاتن واحتلوها ومخالفة الإعلام الأمريكي قال احتلوها. وبالتالي العدد كان كبير والتوقيت كان ويك إند ونص الليل فحصل يعني برضه احتدام ما بين الشباب وكده قبضوا على مجموعة منهم كانوا. فطبعا كل اللي بيحصل ده شيء جديد مش متعود عليه المجتمع الأمريكي. إذا كان في عنف من قبل الشرطة فقصاده عنف مضاد تماما من أطراف الشباب ثائر لأنه شايف إن هو بيدرس وعايش في حلم وفي نفس الوقت الحلم ده السياسيين عنده بيضيعوه فهو الشباب حاسس انه مضحوك عليه. انتوا عايزين يكون احضر يعني في ايام اوباما لما ترشح كان شعاره يس وي كان دو ات والشعار ده هو اللي خلى الشباب يلتف حواليه. ففي شباب من الفتره دي عنده استعداد يقول ان امريكا بلدنا دي تدي نموذج حلو للحريات في العالم والرفض في المظلومين. النهارده الايه معكوسه وبالتالي بايدن بيحاول يلم الشباب ويراضيهم ويقول ان انا هالغي او هشيل تعرف حضرتك الطلبه اللي في الجامعه بياخدوا قروض من المجتمع الامريكي وبتتقسم على 20 30 40 سنه. من ايام في الفتره اللي فاتت لما كان مترشح للمره الاولى ده احد الوعود بتاعته لم يوفي هذا الوعد. النهارده برضه بيوعدهم ثاني فالناس يقولوا في شنك بقى انت اتكلمت في الحكايه دي اولا لا تستطيع فاينانشالي وهيكون في نوع من المظلوميه ازاي الناس اللي بقى لها سنين اتخرجت دفعت واحنا مش هندفع كلام كله في نوع من عشان بس الانتخابات. صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ احمد كل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد محارم محدثنا من الولايات المتحده الامريكيه.